مش 410 لان في معلومات تانية 390، انما خليها 400. يربط بين 5 محافظات، ما فيش فيه تقاطعات مرورية، 3 حارات في كل اتجاه، 75% من العربيات. لا سيبك من دي بقى، هو في حوالي حاجة و60 نفق وحاجة و60 جسر تقريبا. انا كنت قلت المعلومات دي كلها في القناة بتاعتي على اليوتيوب النهاردة الساعة 5 بتوقيت القاهرة، قلت معلومات رهيبة عن الطريق ده خلاص. ولو كنت قبلك كنت جبت لحضراتكم احتفاليات التلفزيونات السيساوية بالإنجاز العظيم. النهاردة هبط قفلوه، هبط بمسافة 130 متر، بعرض 35 متر، بعمق 30 متر. الغريبة بقى في الموضوع انك تخش تدور على المعلومات دي ريقك ينشف، لانهم ايه بتوع الامن الوطني هم اللي كاتبينها. فكل الوكالات المصرية تقول لك ايه اغلاق الطريق الدائري لهبوط في الطريق. طب حصل له ايه الهبوط يعني؟ طب هبوط يعني هبوط في الضغط، ممكن ياخد ملح فيبقى الضغط بتاعه عالي، ها بقلش يعني. المهم تخش حضرتك بقى تدور وتتعب قوي عشان تعرف ايه المشكلة فين، يعني ماله الطريق الدائري. فتكتشف ان هو هبوط بطول 100 وحاجة متر، 130 متر، بعرض 35 متر، بعمق 30 متر. عارف عمق 30 متر يعني ايه؟ مفيش طريق، يعني كأنه زلزال. ايه السبب بقى؟ مش مهم. السبب هطول الامطار، والله العظيم السبب هطول الامطار. الطريق الدائري اللي ما عداش، على فكرة الطريق الدائري ده بدأوا فيه من 2008، وأحمد نظيف كان عمل فيه مرحلة، وهشام قنديل عمل فيه مرحلة، ولما جه السيسي بقى استعجل. يعني أحمد نظيف في 2008 بدأ مرحلة، للأمانة يعني بدأ مرحلة صغيرة من أول قوس فيه، وبعدين كمل ل 2010. في 2012 الدكتور هشام قنديل افتتح فيه مرحلة تانية أو عمل فيه مرحلة تانية. لما جه السيسي في 2014 و15 و16 والجو ده حبي عايز يعمل إنجاز، فبقى يسرع القصة. يعني مهندسين يقولوا له مثلا يتعمل في كذا، يقول لا لا نعمل في كذا. وعشان يعملوا للسيسي إنجازات عظيمة، فالطريق ما بقاش معمول له أساسات كويسة. فكانت النتيجة إن الطريق بدل ما يتعمل مايل شوية كده عشان لما المطر ينزل يتزحلق في مجاري مياه، أنا نفسي أطلع بره وأصور لكم دلوقتي حالا، بس عايزة بالنهار، اسطنبول عاملة إزاي. اسطنبول لأنها بلد مطرة، فما فيش طريق إلا وفي الجوانب بتاعته مجاري للمياه بتاع المطر. طيب على الجبال بقى والصخور فوق، على الجبال فوق ما بيسيبوش المياه كده تنزل على الجبل وخلاص، يعملوا لها مخرات صغيرة كده بالأسمنت تجري عشان تروح المجاري اللي في جنب الطريق. أنا يوما ما هصور لكم ده، ما في طريق في اسطنبول أو في تركيا إلا كده، جبل أو طريق. حضرته بقى طلع أهو في 8/9/2018 3 مشاهد بافتتاح الطريق الدائري الإقليمي تعكس اهتمام السيسي. راحوا جابوا له 46 حتة اللي انتوا شايفينها لابسين أحمر كده، دول إيه دول يا إيه مين دول؟ يعني هو رايح يفتتح طريق، دول بيشتغلوا إيه على الطريق؟ خدمة على الطريق يعني؟ عشان حد مستعجل؟ هل يجوز؟ دول بيشتغلوا إيه؟ يعني عمل نفسه يعني الراجل، بص جابوا له بقى الحتت دي ويلا يا معلم بقى. لا يبدو انه بيتجاهل اي تفاصيل وان كانت صغيره. وبعدين اهو قال له في المشهد الحته اليمين ليه كده؟ هل ده طبيعي؟ فاكرين انتوا المشهد ده؟ فاكرين المشهد ده لما قال له الكوبري نازل الحته اللي على اليمين دي من منزل ليه كده؟ مش مستقيم ليه؟ هل ده طبيعي؟ فقال له لا ده بسبب نزله بدر، نزله كوبري سيدي كرير، والطريق بيتحول من عدة حارات. لكن الرئيس غير مقتنع بإجابة وزير النقل، راح سأل مصطفى مدبولي الذي همهم بكلمات لم نسمعها مع الإيماء برأسه بالموافقة قبل أن يتجه السيسي بالسؤال اللي هو كامل وزير. يا كامل لم العيال دي يا كامل، هو هل ده طبيعي كده؟ فيرد كامل قال له هنعدله يا رئيس ما تقلقش. قال له فين حرم الطريق يا حسن؟ قال له في البيت. قال له يعني حرم. فاكرين المشهد ده؟ فاكرين المشهد ده؟ ويوم انا علقت عليه هنا؟